السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا قريشلات بلديين مغربيين تقليديين سهلين بزاف بالثيرموميكس. غادي نحتاجوا لهم واحد 600 غرام ديال الطحين، غادي نحتاجوا 50 غرام ديال الزنجلان من الاحسن البلدي ديالنا صفر، غادي نحتاجوا 120 غرام ديال السكر سنيده، هنايا عندنا واحد 250 غرام ديال الماء، عندنا واحد الكوبلي يعني 100 مليلتر ديال الزهر، غادي نحتاجوا 50 غرام ديال الزبده، شويه ديال المسكه الحره ضروريه، غادي نحتاجوا القبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخميره، وواحد 20 غرام ديال النفا، وواحد صفر ديال البيضه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوا للقريشات البلديين ديالنا. ما بقى عندكم عذر، تبعوا معايا المراحل، غادي نبداو باذن الله اللحظه. غادي نبداو بالطحين ديال المسكه الحره. دائما تتعرفوا بان المسكه الحره غير شويه واحد القبيصه، دائما تنطحنوها مع شي شويه ديال، كنا شحال هذه تنديروها في المهراز مع شويه ديال السكر. هنا غادي نطحنوها في الثيرموميكس مع شويه ديال السكر. الا بغينا نعتبروا هذه القضيه هذه مرحله، فالعجين ديال القريشلات ديالنا اليوم فيه جوج المراحل، هذه القضيه ومن بعد غادي تشوفوا معايا بانها سهله بزاف. خمسه ديال الثواني مثلا، فيتاس خمسة، هي بدات تطحن. من بعد المرحلة الثانية غادي نزيدو المقادير كلها بدون استثناء من غير البيض، صفر البيض لأنه هو اللي غادي ندهنو به القريشلات. دونك غادي نديرو 600 غرام ديال الطحين ديالنا، غادي نزيدو نديرو هنا لاطاخ، 50 غرام ديال الزنجلان، علاهين غادي نحتاجو 120 غرام كيف ما قلنا ديال السكر سنيده، وطبعا السكر على حسب الذوق ديالكم، اللي تيبغي ينقص طبعا يقدر ينقص. غادي نزيدو واحد 50 غرام ديال الزبده مع الضو ديال لا لوميير تذوب شي شويه، مزيان تكون هكا في اون تمبيراتور امبيونت. غادي نديرو معلقه ديال الخميره، غنزيدو النفع ديالنا كامل 20 غرام، طبعا اللي نقيناها مسبقا، دائما تاكدوا من النقاوه ديالها ما تكونش فيها الغبره ونصفوها. غادي نزيدو واحد القبيصه ديال الملحه، الماء 250 غرام، يكفي ان المقادير تكون موجوده عندكم. خمسة دقائق توجدوا القريشلات ديالكم، توجدوهم في التحضير يعني ماشي طيبوهم. غادي نزيدو الزهر، غادي نديرو واحد لو غوبلي يعني تقريبا 100 مليلتر، ماشي تقريبا 100 مليلتر طبعا، وتنعرفوا بان الزهر هو اللي تيعطي هذيك النسمه ديال القريشلات المغربيه. هادشي كله غادي نعجنوه لمده 6 دقائق ونتلاقاو باش نقرصوا القريشلات ديالنا. العجينه ديالنا سالات، الوقت اللي تياخذوا القراشل ماشي في العجينه، ماشي في التحضير ديالهم، بل في الخميره ديالهم. كنا تنعرفوا هذه القضيه، فاش تعجن هذه المره الاولى تنخليوها تخمر واحد ساعه تقريبا، عاد باش نشدوها وتنقرصوها قريشلات وتنديروها في اللاطه، ندهنوها بالبيض ديالنا ونخليوها تخمر عاود واحد ساعه المكانه، عاد باش ندخلوها للفران. تبعوا معايا المراحل ونوريكم يعني النتيجه النهائيه في الاخير ديال هذه الحلقه هذه.
القريشلات ديالنا البلديين المغربيين على طريقة الثيرموميكس هما دو وجدوا بصحة والراحة. كاين اللي دهناهم هنايا بالزنجلان، كاين اللي خليناهم بحال لي بغيوش، تنخليهم في الفران من بعد الساعة الثانية ديال الخميرة، تنخليهم في الفران لواحد المدة ديال ما بين 15 حتى 20 دقيقة لدرجة الحرارة 180. كالعادة القريشلات ديالنا العاديين تيجيو فتيتين ولداد بزاف، توجدوهم وتحتفظوا بهم مدة رمضان وتقدروا تعاودوهم في أي وقت لأنهم تياخذوش الوقت بزاف. شوف كيفاش تيجيو فتيتين ولداد، ريحة النفع وريحة الزهر فيهم تتعطي وتتشهي. ما بقى عندكم عذر مع التيرموميكس، نتلاقاو في الوصفة الجاية بإذن الله.